طيب نروح لموضوع آخر. الحياة طبعا رجعت مرة تانية لقرية حسن فتحي التراثية محافظة الأقصر بعد توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمها لمبادرة حياة كريمة. انتهت بالفعل كل أعمال الترميم، ومبارح شهد التنظيم أول عرض فني داخل المسرح الروماني حسن فتحي بعد ترميمه. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الأستاذ عبد الراضي علي، مدير قصر الثقافة بقرية حسن فتحي بالأقصر. صباح الخير حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر، وألف مبروك. احنا ان شاء الله يعني كنا طبعا قصر حسن فتحي اغلق للترميم من 2009 بقرار من السيد دكتور احمد مجاهد رئيس الهيئه الاسبق، وفي عهد سياده الرئيس السيسي تم انتهاء من الترميم وافتتاح القصر مره اخرى. كان بدنا على فرصه ان شاء الله نعمل احتفاليه كبيره في المكان، فكان معنا الفنانة شيماء النوبي فن شعبي فرقتها الموسيقية، فكانت عندنا امبارح بالليل الساعة 7 كانت احتفالية كنا داعيين فيها أهل القرية وناس من القرى المجاورة يعني، وكان احتفالية كويسة إن شاء الله. عظيم. إيه هي أعمال الترميم اللي مرت؟ حضرتك بتقول إن هو مقفول. أعمال الترميم هو كان في انهيار في القصر في أكثر من مكان، فكان هو حرصنا على سلامة الموظفين إن نخلي المكان يعني، فأخلناه ومع تغير الوزارات بعد ثورة يناير والوزارات، فكان الموضوع متوقف يعني. الآن وصل الموضوع لليونسكو وانتهى من الترميم استناد يعني. خطة العمل داخل قصر الثقافة يا فندم بعد عمل التطوير؟ فدلوقتي احنا ان شاء الله معانا في مسرحية، عرض مسرحي بنجهز له يعني حاليا. بنجهز يعني احتمال ننتهي من البروفات خلال الشهرين يعني، نعرض ان شاء الله في القصر. في برضه في المكان في مكتبة عامة للجمهور وللأطفال، في ندوات ثقافية وفي فنون تشكيلية. المكان شغال يعني إن شاء الله بإذن الله. عظيم. أنا شايف كمان من أعمال التطوير والترميم اللي تمت في القرية إن إحنا بنحافظ على هوية القرية. بنحافظ على الهوية والمكان كأثر يعني من بنان الفنان حسن فتحي من 47، ف الترميم عشان الحفاظ على المكان نفسه عشان ما يندثرش، لان في بيوت في القريه تهدت واتبنت مسلح يعني فانتهت معالم القريه. فدلوقتي احنا الحاجات الموجوده بنحافظ عليها ان شاء الله باذن الله. استاذ عبد الراضي، هل في عوامل جذب ودعايه للسياح لزياره القريه بشكل عام وقصر الثقافه والمسرح كمان بشكل خاص؟ في سياح هاويين المباني القديمه وهاويين فن حسن فتحي بيجوا عندنا، وفي بيرسم يعني ممكن يقعد في القصر وبيرسم المسرح وبيرسم المكان يعني، وفي كثير بيجي يزور يعني تبع شركات، وواحديهم يعني كمان بيجي يعني المكان كثير يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ عبد الراضي علي، مدير قصر ثقافه بقريه حسن فتحي بالاقصر.